أنا ساكن بالقدس وبشغل برام الله. هي طريقة لرام الله كل يوم بروحها، صار لي حوالي 15 سنة بروح برام الله، بشتغل برام الله. هلا بدنا نصف السيارة وبدنا ننزل الماشينة طاقة لنديا. كل يوم حجزين وثلاثة لكل طريق، الروحة حجزين ثلاثة والرجعة حجزين ثلاثة بقطع. أمرار بكون كم من شخص على الحاجز، أمرار بكون 500-600 شخص على الحاجز، أمرار بقعد 5 دقايق، أمرار بقعد ساعتين على الحاجز لأقطع كل طريق. للحرب للملاجئ للحرب للملاجئ. صارت منطقة تجارية هون نسميها الديوتي فري، أسعار رخيصة كثير. نوصل عند التاكسيات ناخذ تاكسي ونطلع على رام الله. رام الله شرايط يا بنات.